بين الإخوان بعد المستقبل. في جوع بين الإخوان. شو الإخوان عم؟ بين في جوع الإخوان. هذا ركلك بين الإخوان. أنا حط لهم ونشوف. خلي مني خلي مني كثير ولا دويش مع واحد ديال اكي خافوش هذا ايش القبوي دوم وبايس السير وان زين في الشوارع وان مشيش طيب شكرا لكم.